يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الفوائد لابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا قدم على ماشية أو على بلدة له فيها زوجة أنه يتم، فهل يقاس على الماشية الحرث بحيث إن المسافر إذا قدم على مزرعته يتم؟ المهم إذا كانت البلد محل إقامته، محل إقامته أنه ينتهي السفر، أما إذا كانت البلد هاجر منها أو ارتحل منها إلى بلد آخر وجاءها عابر سبيل هو مسافر. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة، ولما جاء في غزوة الفتح وفي الحياة حجة الوداع كان يقصر الصلاة، ومكة كانت بلده الأول، نعم، لكنه هاجر منها، انتقل منها وصار محل إقامته في المدينة.